السلام عليكم عشاق العجقه الدراجات النارية كما كتعرفوا دابا بدايه السنه وكل بدايه السنه كتكون حمله للدراجات النارية ودابا كاين واحد الحمله تاع الدراجات النارية بالنسبه للناس اللي ما عندهمش البلاكه واللي عندهم بلاكا كبيره وما عندهمش بيرمي بالنسبه الى ما عندكش البلاكه وجدوك البوليس بالنسبه للفصل وخمسين من مدونه السير يعني الغرامه كتكون ما بين من 1500 درهم حتى 3000 درهم وبالنسبه للموتور تاعك كيبقى في الفورين يعني حتى كتخلص ديك الغرامه تاعك وكدوز ب... تيدوز عندك محضر وكيدوز تدوز من المحكمه وكيتحكم يعني عاد تخرج الموتور تاعك وبالنسبه للناس اللي عندهم بلاكه عندهم كلشي ريقل وعندهم بلاكه كبيره وما عندهمش بيرمي بالنسبه لي لا عندك بلاكه كبيره وما عندك بيرمي وشدوك يعني الغرامه كتكون بالنسبه للفصل 148 من المدونه السير يعني كتكون الغرامة ما بين ألفين درهم حتى ربعالاف درهم يعني من ربعين ألف حتى ألف يعني هذه غرامة إلا ما عندكش بيرمي وبالنسبة إلى شدوك بموتور كبير ما عندك بلاكا وما عندك بيرمي يعني بالنسبة كما كتشوفوا أقل العقوبات يعني عندك بدل المخالفة الأولى هي عدم ترقيم الدراجة يعني اللي فيها أقل عقوبات هو مئة وخمسين ألف وخمسمائة درهم وبالنسبة لرخصة السياقة ما بين ألفين حتى آلاف درام يعني بجوج يعني على الأقل غادي تكون واحد تلتالاف وخم- تلتالاف وخمسمية درهم يعني تلتالاف وخمسمية درهم تاع البروسي يعني تحط عليهم عادي بالنسبة إلا عندك موتور ما فيهش بلاكا ولا عندك موتور في بلاكا وما عندك بيرمي يعني غادي تحطو تدوز البيرمي ولا تدير البلاكا وبالنسبة للناس اللي بيديرو بلاكا وما عارفينش كيفاش يعني غادي يلقاو الفيديو الفوق ولا التحت يعني كاين فيديوهات كيفاش انك الاوراق اللي مطلوبين باش انك تقاد البلاكه يعني بلاكه صغيره وبلاكه كبيره وحتى كاين فيديوهات كيفاش انك تدوز بيرمي كيفاش تدوز الامتحان تاع بيرمي وكاين فيديوهات بزاف على الدراجات الناريه وبالنسبه لهذا الفيديو هذا نساو انه يتبارطاج يعني باش يوصل لواحد العدد تاع الناس باش يكون في علمهم يعني باش انهم ما يتصيدوش في شي بروسي ولا يتشد لهم موتور فوريان يعني على والو كيما ترى لي انا واحد ما تشتري على البلاكه والفيديو تاعو غادي نخلي ولقيته كامل ومهرس في فوريان يعني ما انك تشترك وتدق على الجرس باش يوصلك كل جديد